على عتبة البنك. نام الغلام وأخته يفترشان الرخام البارد ويلتحفان جوا رخاميا في برده وصلابته على جسميهما. الطفل متكبكب في ثوبه كأنه جسم قطع وركمت أعضاؤه بعضها على بعض وسجيت بثوب ورمي الرأس من فوقها فمال على خده. والفتاة كأنها من الهزال رسم مخطط لامرأة بدأها المصور ثم أغفلها إذ لم تعجب. كتب الفقر عليها للأعين ما يكتب الذبول على الزهرة أنها صارت قشا نائمة في صورة ميتة، أو كميتة في صورة نائمة. وقد انسكب ضوء القمر على وجهها وبقي وجه أخيها في الظل. كان في السماء ملكا وجه المصباح إليها وحدها، إذ عرف أن الطفل ليس في وجهه علامة هم، وأن في وجهها هي كل همها وهم أخيها، من أجل أنها أنثى قد خلقت لتلد، خلق لها قلب يحمل الهموم ويلدها ويربيها، من أجل أنها أعدت للأمومة، تتألم دائما في الحياة آلاما فيها معنى انفجار الدم، من أجل أنها هي التي تزيد الوجود، يزيد هذا الوجود دائما في أحزانها. وإذا كانت بطبيعتها تقاسي الألم لا يطاق حين تلد فرحها، فكيف بها في الحزن؟ وكان رأس الطفل إلى صدر أخته وقد نام مطمئنا إلى هذا الوجود النسوي الذي لا بد منه لكل طفل مثله. ما دام الطفل إذا خرج من بطن أمه خرج إلى الدنيا وإلى صدرها معا. نامت هي ويدها مرسلة على أخيها كيد الأم على طفلها. يا إلهي، نامت ويدها مستيقظة. أهما طفلان أم كلاهما تمثال للإنسانية التي شقيت بالسعداء فعوضها الله من رحمته لا تجد شقيا مثلها؟ تمثالان يصوران كيف يسري قلب أحد الحبيبين في الجسم الآخر فجعل له وجودا فوق الدنيا لا تصل الدنيا إليه بفقرها وغناها ولا سعادتها وشقائها، لأنه وجود الحب لا وجود العمر، وجود سحري ليس فيه معنى للكلمات. فلا فرق بين المال والتراب والأمير والصعلوك، إذ اللغة هناك إحساس الدم، وإذ المعنى ليس في أشياء المادة ولكن في أشياء الإرادة. ولتحيا الألفاظ مع الموت، فكيف يكون بعده للمال معنى وللتراب معنى؟ هي كذلك في الحب الذي يفعل شبيها بما يفعله الموت في نقله الحياة إلى عالم آخر. فإذا أن أحد العالمين وراء الدنيا والآخر وراء النفس، تحت يد الأخت الممدودة ينام الطفل المسكين، ومن شعوره بهذه اليد خف ثقل الدنيا على قلبه. لم يبال أن نبذه العالم كله ما دام يجد في أخته عالم قلبه الصغير، وكأنه فرخ من فراخ الطير في عشه المعلق، وقد جمع لحمه الغط الأحمر تحت جناح أمه. فأحس أهنأ السعادة حين ضيق في نفسه الكون العظيم وجعله وجودا من الريش، وكذلك يسعد كل من يملك قوة تغيير الحقائق وتبديلها. وفي هذا تفعل الطفولة في نشأة عمرها ما لا تفعله بعضه معجزات الفلسفة العليا في جملة أعمار الفلاسفة، وما صنع الذين جنوا بالذهب ولا الذين فتنوا بالسلطة.
ولا الذين هلكوا بالحب ولا الذين تحطموا بالشهوات، إلا أنهم حاولوا عبثا أن يرشوا رحمة الله لتعطيهم في الذهب والسلطة والحب والشهوات ما ناولته هذا الطفل المسكين النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب روحه الأرضي. ألا إن أعظم الملوك لن يستطيع بكل ملكه أن يشتري الطريقة الهنيئة التي ينبض بها الساعة قلب هذا الطفل. وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن أن حولهما ملائكة تصعد وملائكة تنزل.